صباح الخير عليكم. سمعنا أخبار كتير قوي إن شاء الله الإنترنت والفيسبوك وتويتر كلهم هيبقى عليهم مراقبة. شيء جميل جدا 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 إن يبقى في مراقبة. يا ريت كل كلمة بنقولها تتسمع. بالعكس، ده بيخلينا إحنا نكتب أكتر ونعبر أكتر ونطرح مشاكل أكتر. قالوا ان التويتر او مراقبه التويتر والفيسبوك والانترنت دوت عشان يكتشفوا الارهابيين، ودوت مش عشان اغلاق حريه الفكر. جميل جدا، يا ريت. احنا عايزين ان احنا نقدر نتمسك ونقدر نعمل كنترول على الارهابيين، ونقدر نمسك الجماعات الارهابيه اللي بتخطط وتنفذ عمليات تفجيريه بتهدد الابرياء. كل ده جميل جدا جدا جدا، لكن في حاجات احنا عايزين نتكلم فيها بصراحة بالنسبة لحرية التعبير. يعني انا وان كنت اختلف مع باسم يوسف في بعض الاطروحات، الى اني ما احبش ان البرنامج بتاعه يتقفل. هتكون الحجة ان هو ممكن يكون بيغيب الشعب، او ممكن يكون بيقود الشعب الى او الشباب الى اشياء مش مظبوطة. هقول يبقى مفروض يكون في اعلام بديل، اعلام مقابل، بمعنى ان البعض بيتهم باسم يوسف بانه عميل. طبعا انا مش انا اللي بتهم، البعض. طبعا الكلام دوت مش ممكن نقول عليه او لا بكل تاكيد، ممكن يكون حقيقي وممكن يكون مش حقيقي. لكن انا دايما بفتكر في مسرحيه انها حقا عائله محترمه، لما كان بيتكلموا على المدير العام المتشدد اللي شاف واحد وخطيبته بيتمشى على الكوبري، قال لهم تفتكروا لما شاف الموظف اللي عنده ماشي مع واحد على الكوبري عمل ايه؟ قالوا له اكيد يعني رفض الموظف ده. قال لهم لا، ده شال الكوبري. ما ينفعش، احنا لازم يبقى في الكلمة الرد والرد الاخر، ودايما الممنوع مرغوب. الممنوع مرغوب، لما تمنع شيء اكيد الناس هتقبل عليه اكتر. وفي الوقت اللي احنا فيه ده مش كويس. يعني خلاص ان شاء الله الف مبروك عليكم وعلينا جميعا الرئيس السيسي، لكن ان الحاجات دي كلها تظهر في وقت ان هو بيتولى رئاسة مصر، ده بيدي مؤشر مش كويس. اعتقد ان اللي بيظهروا الحاجات دي دلوقتي مش قاصدين خير بالنسبة للسيسي وسمعته، لان الحاجات دي مش مفروض تظهر دلوقتي. الراجل جاي ودول عمالين تويتر ومراقبة تويتر ومراقبة فيسبوك ومنع البرامج ومنع ومنع ومنع، ده معناها ان هيبقى في قمع للتفكير وقمع وحظر على حرية التفكير، ده احنا ما بنحبوش. لكن انا عايز اقول دايما ان الكلام دوت ما يوقفناش على ان احنا نطالب بالحق، ما يوقفناش ان احنا نقول كلمة الحق. وبالعكس، احنا دلوقتي طالما في ناس بتسمعنا وفي ناس بتراقب كلامنا، هنقول وهنطالب وهنقول وهنعري الحقائق، ولازم نصر الحقائق كلها. طيب، هل كل حاجة في الدولة 100% فلة وشمعة وحاجة جميلة جدا كده، ولا يعني لدرجة ان كل حاجة اوكي لدرجة ان احنا وصلنا لتويتر؟ يعني انا عجبني تصريح ان الشيخ برهامي بيقول ان ده كويس ان الحكومة بتعمل كده، عشان اللي بيحصل على مواقع بتاع تويتر وفيسبوك دي بتأدي الى الارهاب. طب وانت كلامك يا شيخ برهامي ما يأديش الارهاب؟ انت تعاليمك كلها اللي انت بتقولها دي ما بتأديش الارهاب؟ الفرز الطائفي اللي انت بتعمله في كل عظاتك، والدعوة ما نعيدش مع الاقباط، واللي يتجوز واحدة قبطية ولا مسيحية كأنه بيغتصبها ولازم يحبهاش ولازم يبغضها، كلامك ده مش ارهاب؟ النهاردة انا بركز بقى على ان احنا هنتكلم عن ازدراء المسيحيين وازدراء المسيحية. ازدراء المسيحيين وازدراء المسيحية. الشيخ برهامي كده بيزدري الاقباط. لما الشيخ برهامي يقول اتجوز القبطية، اتمتع بجسمها لكن ما تحبهاش، ولو دخلت البيت ما تسلمش عليها، سلم على أولادك لأن أولادك مسلمين لكن هي كافرة لازم تبغضها، ده كلام برضو؟ ده كلام؟ وانت لما تقول للراجل في بيته ما يسلمش على مراته القبطية المسيحية، بتقول للراجل اللي بره ايه يا شيخ؟ لما ده مش هيسلم على مراته، الناس بره هتعمل ايه مع بعض؟ شيخ برهامي، أنت رقم واحد من مثير الفتنة الآن في مصر، لأن الإعلام بيسمعك والإعلام موجه ليك، ولا إيه؟ مش معايا؟ ياللي هتراقبوا الفيسبوك عندكم الشيخ برهامي، روحوا شوفوا بيقول إيه. نيجي بقى لازدراء المسيحيين بكذا طريقة وبكذا شكل.
لسه سامعين عن شاب اسمه كرولوس شوقي من بلد اسمها المحاميد إبلي تبع أرمنت في محافظة الأقصر. الشاب ده عمره 19 سنة، عمره 19 سنة. هو الشاب ده عنده عتامة في العدسة بتاعت العين، يعني كاتاراكت، مرض اسمه الكاتاراكت، يعني ضعفه، يعني ما يقدرش يشوف كويس. لكن بقى جاب له حتة موبايل كده من الموبايلات الصيني الرخيصة أو التاتش اللي بتدخل على الإنترنت. هو داخل على الإنترنت عمل لايك لصفحة اسمها صفحة الفرسان، فرسان الصليب أو فرسان المسيحية. عمل لايك. ناس البلد بتاعته، القرية بتاعته، اكمل لهم يعني متعلمين قوي بيشوفوا في الانترنت، قال لك الله ده عمل لايك على صفحة بتهين الرسول، ده ضد الاسلام وده ضد الرسول وده بيهنا. وقامت البلد وبلغوا البوليس، وجه البوليس مسك المسكين اللي هو كيرلس شوقي ده، كيرلس شوقي عطل اللي عمره 19 سنة، وحطه في الحجز وخلاه بدون ما يحقق قاعد رافع ايديه كده لمده ساعتين كنوع من انواع التجدير. وكمان عملوا تحقيقات معاه بدون وجود محامي، يعني بدون ما يكون موجود محامي، وده طبعا عرفيا في القانون غلط. وبعد كده هتتحدد له جلسه عاجله خلال اسبوع او حاجه زي كده. طيب انا وجيه رؤوف مسيحي أرثوذكسي، لو دورتوا عليا على الفيسبوك هتلاقوني عضو في جروب اسمه مليار مسلم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا عامل لايك وفي الجروب ده. هل معنى كده إن أنا مسلم؟ لا. طيب أنا وجيه رؤوف موجود في جروب رابطة العلمانيين، رابطة الملحدين، هل أنا ملحد؟ لا. في جروبات كتير أنا عضو فيها، ممكن تلاقي جروب للبوذيين أنا عضو فيه، وطبعا جروبات كتير للأرثوذكس. لكن يعني إيه لايك ويعني إيه إنك تكون داخل جروب؟ طب أنا في جروبات عندي مسيحية وأنا عاملها أعضائها مسلمين، هل معنى كده انهم بقوا مسيحيين؟ لا. هي الفكرة ايه؟ لما بيكون في حد عامل جروب بيدعي كل اصدقائه سواء مسلمين سواء مسيحيين سواء ملحدين، بيدخلهم في الجروب، ممكن بعلمهم وبارادتهم وممكن بدون علمهم. انا بلاقي دخلوني في جروب زي ده، يعني في مرة دخلوني في جروب اخواني، انا مش اخواني طبعا، هم دخلوني في جروب. اوكي، قلت اشوف دول بيقولوا ايه، اسمعهم بيقولوا ايه. ما هو انت لو انت عندك عقل واثق في امكانيات عقلك مش هتتاثر، تسمع كل واحد بيقول ايه. في جروبات مهاجمه للمسيحيه انا فيها بتهاجم، في جروبات بتناقش الاديان كلها بشوفها بسمعها. مش معنى ان كل فريند عندي ابقى انا متفق معاه 100%، ومش معنى ان اكون في جروب ابقى انا متفق مع الجروب ده 100%، بس معناه ان انا بحاول اشوف افكار الاخر وبيقول ايه، اشوف افكار الاخر واشوف بيقول ايه. احيانا شخص يبعت لك يقول لك خش الجروب الفلاني او ادخل الجروب الفلاني، تدخل الجروب ويكون مثلا جروب مصر حبيبتنا، مثلا مصر حبيبتنا، وبعد ما يلم الاعضاء وتبقى العدد فيه كتير يروح مغير اسم الجروب يقول بنكره مصر. هو نفسه غير اسم الجروب. يبقى مش معنى كده ان اي شخص دخل جروب يبقى بينتمي لهذا الجروب فكريا، لا طبعا. ممكن يكون موجود في نفس الجروب وبيطرح فكر مخالف، ممكن جدا. طيب اللايك معناها ايه؟ لو انت في جروب معين عايز تعرف بيقول ايه لازم تعمل له لايك، عشان تجي لك الحاجات اللي هي بيقولها الجروب ده. طب انا اعرف ناس على الفيسبوك في جروبات اسرائيليه وبيهاجموا الاسرائيليين، يعني عندي من اصدقائي واحد اسمه كوعلي ده اكتشفت ان هو عضو في جروب الافخاي ادرعي. يبقى كوعلي
بقى اسرائيلي؟ لا، لقيته جوه الجروب بيهاجم الاسرائيليين. يبقى انت تحاسب الشخص على كلامه اللي بيقوله، مش على اللايك. تحاسب على كلامه اللي بيقوله. ممكن واحد يعمل شير لحاجه هو عايز يشوف راي الناس فيها ايه، ما يكونش متفق معاه. يعني واحد مثلا، انا كاتب ولقيت واحد عامل مقال بيكتب ضدي، انا اروح انا اجيب المقال بتاعي ومشيره، هل انا موافقه على انه يهاجمني؟ لا، بس انا بطرح المقال عشان اشوف الراي الاخر هيقول ايه. يبقى اللي حصل عم كرولز ده، اللي هو دخل كده وعينيه ضعيفه ونظره ضعيفه وماسك الموبايل وجات ايده على الزرار وعمل لايك، ما هياش مصيبه. انا احيانا على الموبايل عشان الموبايل ضيق وكنز، باجي اكون عايز اعمل لايك بعمل ديليت. يعني واحد فريند عندي يكون عمل كومنت حلو عايز اعمله لايك، اللايك جنب الديليت، فيروح عامل له ديليت لان الكاميرا صغيره والشاشه بتاعت الموبايل صغيره. يبقى انا ما اقدرش احاسب انسان على لايك. لكن ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ده حرق وطن وزرع فتنه وتوليع نار، توليع نار. طبعا السيسي فاز، وكلهم للاسف، كلهم للاسف فاكرين اللي انتخبوا السيسي بس النصارى. واحنا 25 مليون، ده اللي انتخبوا السيسي حوالي 23 مليون، احنا 23 مليون منتخب؟ ده احنا لو 23 مليون صوت انتخابي يبقى معناها ان احنا 50 60 مليون؟ لا. لكن ايه بقى؟ النصارى عايزينه. المسيحيين عايزينه، المسيحيين عايزينه. الليبراليين عايزينه. الناس اللي عايزه تعيش وتاكل عيش وعايزه استقرار في البلد عايزه السيسي. مين اللي مش عايزه؟ مين اللي مش عايز السيسي؟ عارفين نفسهم. عارفين نفسه. ده موضوع عمنا كرولس شوقي عطله اللي اتهموه يا عيني بازدراء الاديان، وطبعا هتبقى قضيه ويا ريتها وقفت على كده. ده هو عمل لايك بس وقامت الدنيا، ما اتكلمش ولا قالش راي. حرقوا اشجار للاقباط، وحرقوا نخيل الاقباط، وحرقوا ورشه، وحلقوا محلات. ليه ده كله؟ وقامت الدنيا. وحتى الامن ما بقول مسك الشخص ده وقفوا ساعتين مذنبه، وقفوا ساعتين مذنبه ورفع ايديه. نروح لحاجر مشطب سوهاج. حاجر مشطب سوهاج راجل مسيحي عنده بيت، فعنده جزء في البيت شرق البيت، جزء كده عايز يبيعه، فعرضه للبيع وهيبيعه، الى انه فوجئ بان الجيران بتاعته اللي على الناحيه الشرقيه بتاعته كسروا الحائط اللي بين بيتهم وبيتهم، واخدوا الحته بتاعته كلها وعملوا فيها فرن، وده بيتنا واخدناه. عملوا فرن وعملوا قاعده واخدوا حته الارض. الراجل راح اشتكى، البوليس لغايه دلوقتي بيحقق، وقبض على واحد بس من اللي استولوا على البيت. البوليس لغايه دلوقتي بيحقق وبيعاين، والاستولى على البيت لغايه دلوقتي لسه مستولين عليه. ليه؟ عشان هم مسلمين، والبيت ده بتاع واحد قبطي مسيحي غلبان ملوش عزوه. الفاكرين القصه بتاعت العيله المسيحيه اللي في اسكندريه، اللي هي من اصل سوري بس هي موجوده في مصر من 25 سنه، وقالوا جابوا لنا واحد دهل في انا اتكلمت عنها حلقه كامله عندكم بتاعت فضائح الامن في مصر، فضائح رجال الامن في مصر، لو عايزين تعرفوا القصه كلها. لكن انا هديكم موجز بسيط. عارفين دلوقتي الناس الاقباط اللي في اسكندريه بيقولوا ايه؟ بيقولوا مين اللي نفذ عمليه القتل دي وعمل كده؟ هم بيقولوا، بس البوليس عليه انه يحقق. هم كانوا الاول بيقولوا ابن شيخ سلفي كبير في اسكندريه، دلوقتي هم بيقولوا ابن الشيخ السيف الكبير ده ابن الشيخ برهامي. ابن الشيخ برهامي، واعتقد ده ما يتحققش معاه، ما يتحققش معاه، عنده سلطه اصلي، ما يتحققش معاه. العدل مش هيتم في مصر غير لما يتطبق العدل على الصغير قبل الكبير، وغير لما اضعف واحد في مصر ياخد حقه، ساعتها الكل هياخد حقه. لكن طالما في ظلم مش هينتهي الرهب في مصر.
ومش هينتهي قتل رجال الشرطة، ومش هينتهي قتل رجال القانون، مش هتنتهي الاغتيالات، لأن أساسا ما فيش عدل. لما يتطبق العدل على الصغير قبل الكبير، ساعتها العدل يعم. لكن عدم المساواة مش هيمشي، وربنا مش هيرضى عن الكلام ده خالص. الازدراء بتاع الأديان لو تفتكروا، كان في مفروض ان الاخت دميانة عبد النور بتاعت الطود اللي اتهموها ظلما وعدوانا بان هي ازدرت الدين الاسلامي في ارمنت في الطود في العدسات، وليها سنتين القضية دي تتداول، كان المفروض اخر حكم في القضية يوم 1/6، وانتظرنا كلنا الحكم ده، لكن القاضي ما جاش. القاضي ما جاش، ولسه اتأجلت القضية يوم 10/6 أو حاجة زي كده. القاضي ما جاش. ازدراء الأديان عشان يبقى صح وعشان الناس تصدقكوا ما يبقاش من طرف واحد. أبو إسلام في وسط الميدان والناس حواليه ومسجلاه صوت وصورة، حرق الإنجيل، مش عمل لايك، لا ده حرق الإنجيل، وقال هجيب أحفادي يتبولوا عليه. اتحكم عليه بثلاث سنين سجن، ثلاث سنين سجن، وبعدين بقى ثلاث شهور وأفرج عنه. دي بتحقق معاها ليها سنتين البناية، والقاضي ما جاش في آخر حكم لسه، وده من ثلاث سنين لثلاث شهور. أعتقد لازم تكون هناك وقفة، ولازم يكون التعامل صارم. احنا ما عندناش مانع يكون في مخبر لكل مواطن، ما فيش مش مشكلة، لأن كل إنسان عارف هو بيقول إيه، وعارف إذا كان بيتكلم حق ولا باطل. مخبر لكل مواطن مش مشكلة، بس إحقاق العدل، إحقاق العدل، حقق العدل بين الناس، حقق العدل بين الناس، خلي الناس كلها سواسية، اللي عنده عزوة زي اللي مش عنده، والمسلم زي المسيحي زي البهائي زي الملحد. مفيش حاجة اسمها حد أعلى من حد. ياريت يتحقق العدل في مصر، ياريت يتبص القضايا الإزدراء بصة حيادية، بمعنى اللي يهين كنيسة ولا اللي يكتب كلمة على كنيسة زي اللي بيهين الجامع، واللي بيهين الإسلام زي اللي بيهين المسيحية، عشان احنا نصدقكم وعشان المصريين يصدقوكم. ولازم نطبق العدل، ولازم نضرب بيد من حديد على كل إنسان بيتطاول على حق الآخر وحرية الآخر في التعبير وحرية الآخر في العيش والحياة. شكرا لكم.